بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الإخوة الكرام، يبدأ اليوم الثاني من أيام شهر رمضان المبارك، وفرصة أخرى من فرص الرحمن سبحانه وتعالى، ومن الدعاء الوارد أن ندعو الله عز وجل به الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. يعني الله أعطانا فرصة أخرى لنذكره ونستغفره ونسبح بحمده، فهذه فرصة أخرى يجب أن نغتنمها. So all praise is due to Allah who gave us a new chance to thank Him in a new day. So He gives us another chance which we should make the best of it. الصيام والقرآن قرينان. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالفرقان نزل في شهر الصيام، والله عز وجل كرم هذا الشهر بالصوم فيه احتفالا بنزول القرآن، فيجب علينا أن نعطي القرآن مزيدا من الاهتمام في هذا الشهر. So fasting and Quran are associated together, linked together. Actually, we fast this month of Ramadan to celebrate the Quran, because it is the month when the Quran was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. In the hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, fasting and Quran together will intercede for the sake of the servant on the day of judgment. Quran will say, my Rabb, I have prevented him from sleeping at night, so accept my intercession for his sake. And the fasting will say, I have prevented him from eating and drinking during the day, accept my intercession for his sake. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and their intercession will be accepted. So Allah will accept their intercession and release or give an ease to the servant because of his fasting and because of the Quran. So we have to give, that is another reason for us to keep reading the Quran. الإخوة الكرام، ما حق القرآن علينا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو يوم القيامة، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما الذي يجب أن نفعله حتى نخرج من هجرة القرآن؟ يعني من هجران القرآن. أول شيء نتعلم، ثم نقرأ ونعمل ونعلم. إذن هذه حقوق القرآن. أول شيء نتعلم القراءة الجيدة ورتل القرآن ترتيلا، ثم نقرأ ونفهم ماذا نقرأ، ثم نعمل به ونعلمه للآخرين. من ترك واحدة من هذه لم يوف حق القرآن، ربما وقع تحت طائلة شكاية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة منه ومن أمثاله، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم on the day of judgment, as Allah told us in Surah Al-Furqan, the Prophet will be complaining on the day of judgment that his people abandoned the Quran. So what do you have to do so that you will not be among those people against whom the Prophet صلى الله عليه وسلم is complaining, or about them the Prophet is complaining? We have to do some few things. These are the duties on us towards the Quran. First one of them, we have to learn the Quran, learn how to recite the Quran as it was given to the Prophet صلى الله عليه وسلم. Second, we have to recite it perfectly as the Prophet صلى الله عليه وسلم recited it and as he was taught by Jibreel عليه السلام. And then we have to understand what we read. We have to put it into practice, and then we have to teach it to others. If we miss any of these, we may fall under the category of people the Prophet complains about in the Day of Judgment. من هنا إن شاء الله نبدأ مقراءة اليوم من سورة الصافات حتى نقوم ببعض واجباتنا تجاه القرآن الكريم. جزاكم الله خير لاستماعكم، ونبدأ بسم الله. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يجزيك الخير يا شيخ. طيب،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأول شيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن وقفنا على الفوق على 450 450 ما هذا 450 هذا 450 عم تقول عم قرعناها الآن يا جزاك الله الله يبارك فيك. خير دوستي مع ذلك يا ايمن. لا والله ضاعت ما بعرف لا ضاعت ماني عارف. يلا خير خير ان شاء الله، الله يجزيكم الخير. طيب. تفضل ابو نزار. ما شاء الله يا رسول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابقى انا؟ تفضل. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. بارك الله في هذه الآية يا جماعة. يعني العرب قالوا عن الملائكة بنات الله، فربنا وهم يعني يجعلون لأنفسهم البنين ويجعلون لله البنات، يعني كل واحد منهم يحب أن يكون عنده ابن لا يحب أن يكون عنده بنت، بالعرب خاص بالعرب بالذات يعني. فكانوا فربنا سبحانه وتعالى يقول فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، يعني حتى قال في الآية الأخرى تلك إذا قسمة لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني قسمة جائرة جعلتم. طبعا ليس معنى هذا أن الله يرضى أن يكون له ابن، ولكن كما يعني في مثل عندنا في مصر بيقول لك المساواة في الظلم عدل، إذا أنت يعني تجرأت وجعلت لله ولد فاجعله ابنا كما تحب لنفسك، أقل شيء تحب لربك ما تحب لنفسك. حتى عندهم لما قسموا هذا جعل الملائكة بنات الله، الملائكة ليسوا بنات وليس لله عز وجل ولد، لا ابن ولا بنت. الله قال ألا إنهم من إفكهم، يعني الكذب الصريح الذي يقلب فيه الحق باطلا، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. تمام طيب جماعة، حد مستعجل؟ حد عنده شيء مستعجل يمشي؟ ممكن أنا أقرأ؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أن إنهم لمحضرون. لحظة دكتور بقى، إن الجنة هنا مقصود بهم مين؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، مقصود بهم الملائكة لأنهم قالوا عنهم بنات الله، وسماهم جنة لأن كلمة جنة هذه معناها كل ما يختبئ ويستتر، كل ما لا نراه بأعيننا، ومنه الجنة لأن اللي بيدخل في الجنة يعني الجنينة في وسط الأشجار لا يظهر، ومنه الجنين في بطن أمه لا نراه بالعين المجردة، ومنه الجن لا نراه. هذا معنى كلمة الجنة هنا حتى يكون السياق متناسق. نعم تفضل. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. الله يجزيك الخير، بس النون هذه على شدان لا غنى حركتين. وما منا إلا له مقام معلوم. أوكي. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون. من بقى لنحن الصافون؟ What again؟
مين بيقول وإنا لنحن؟ من القائل؟ وإنا لنحن الصافون. الملائكة شيخ؟ نعم الملائكة. الملائكة يعني الملائكة اللي بيقولوا عنهم بنات الله وكذا، بيقولوا نحن صافون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني تصفون في الصلاة، تصفون في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها. وأول الصورة والصافات صفا، يعني الملائكة التي تصف بين يدي الله عز وجل. وإنا لنحن المسبحون. تفضل. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين. ذي الذال يا دكتور من طرف اللسان مع الثنايا العليا. ذي ذكرا ذي اللي بتطلع في طرف اللسان مع السنتين اللي فوق دول، على طرف السنتين اللي فوق بيعمل الذال عشان بس تتميز من الزاي، من الزاي الزين يعني. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. بص بقى الياء الصغيرة هي ما تمداش قوي إلا إذا كان فوقها علامة مد، بتعملها كده شايف شايفها على الشاشه، كفروا به فسوف يعلمون، حركتين اثنين بس. قلت به لا اكثر من اثنين ما ينفعش بس حركتين اثنين بس، فكفروا به فسوف يعلمون. امال الشيوخ اللي بيغنوا في القران الكريم والحاجات دي يعني؟ يا عم احنا مالناش دعوه بالغنى، احنا بنقرا قران، مالناش دعوه بالغنى. فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. لهم المنصرون. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحاتهم فساء بساحتهم فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين. هنا بقى ما فيش ألف. وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف هل همزة القطع؟ وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يعني كده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ماذا يكون شيء يا دكتور؟ الله خليك. الله عم السلام. يا عمي قلبي زي صحت. والله الحمد لله مشتاق لك انا. الله يخليك يا باشا. كيف العائلة؟ كلهم بخير الحمد لله. الله يجعل ايامك كلها خير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انت صح والله. ما الفن كابتن خالد موجود ولا مشي؟
خالد لا خالد نام اسف الله اكبر يلا مره جايه صحيح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الله يبارك فيك طيب ايمن مستعجل شيء لا يا حاج لا في فيني بلشه طيب حاج حد مستعجل شيء يا شباب ويس ار يو ان راش يا شيخ كان يا يس يو كان ريدي يس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق Look, Wais, Jazakallah khairan. But when you have Kha, Kha is one of the letters of Tafkhim, heavy letters, when it has Kasra, you will not say, it will not be a big Tafkhim, it will not be that big heavy, it will be less heavy. So it will be, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة, instead of saying الآخي, first of Khi, a little bit lighter. Still heavy, but lighter than the one which have Fatha. Okay, say it again, ما سمعنا؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Yeah, good. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذقوا عذاب يا ذو بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قبل يوم الحساب
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل حاج محمود. نعم يا شيخ. تفضل اصبر على ما يقولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذي الأياد. ذا الأيد إنه أواب. إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إن سخرنا في ألف حجن، أنت ما قلتش ألف، أنت قلت إن سخرنا، لازم نقول إن سخرنا الجبال. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال لقد، ده الحج بخلقله، لقد. لا بعت التلفون صوته ما بزبط يا شيخ، عندي مخربط شوي. معلش انت سمعني منيح كده؟ قال لقد طلعت منيح. مظبوط التليفون ظبط كده. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خلينا نعمل سجدة بقى. الله. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل دائما. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. أيمن شكله أيمن الصوت عنده ريح. أنا عامله أميوت كده شوفه هاي. هو عامل ميوت. أنا عامل ميوت عفوا. هو كده سمعنا. نعم سوري حنعيد. انت كنت تقرأ؟ ايه كنت بقرأ سوري انا عظمي. اتفضل. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الله يجزيك الخير وبارك فيك. الله يجزيكم الخير جميعا. الحمد لله يعني ان شاء الله يتطلع في هي. ولك يا شيخ سيد. تفضل دكتور. والقينا على كرسيه جسدا. نعم. ده ايه حكايه الموضوع ده؟ تفسير سليمان عليه السلام
يعني نذر أنه يطوف على نسائه وتنجب كل، أو هو قال لأطوفن على نسائه وتنجب كل واحدة رجلا يجاهد في سبيل الله، نيته حسنة. وكان عنده متزوج من نساء كثيرات وقال كل واحدة ستنجب بطل يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فمن كل هؤلاء النساء جالوا إيه؟ جسد شق رجل، نصف رجل، يعني ولدت لهم امرأة نصف رجل، يعني يد واحدة ورجل واحدة وكذا، وبقي إيه على كرسيه. عرف خطأ ثم أناب، يعني رجع إلى الله عز وجل وتاب. كما قال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ونعم بالله. ماشي يا شيخ، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيكم. إن شاء الله غدا نفس الموعد، يعني بعد صلاة الفجر، ربما نتأخر عن 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 خمسة ونصف قليلا، لأن كل يوم الفجر يجي متأخر. يعني أي ساعة نصلي الفجر إكزاكتلي يا شيخ؟ خمسة ونص، خمسة وثلث؟ إحنا نصلي الفجر، خلينا نصلي الفجر مثلا احنا يعني انت احنا عارفين ان قصة التقويمين بتوع الاذان، صح ولا لا؟ انت بتسأل عن كده ولا عن ايه؟ نعم. يعني في ناس بتلاقي الفجر عندهم بيأذن 5 و3 دقائق اليوم، في ناس تانيين بيأذن عندهم بعد هذا بعشرين دقيقة تقريبا، 5:15 خمسة وربع. طيب خلينا نمسك على التوقيت الاول، على التقويم الاول، يعني نمسك عن الطعام على التقويم الاول، وبعدين نصلي على التقويم الثاني، نخلص الصلاة ونبلش من القرآن إن شاء الله. يعني في بعض الجامعات بتلاقي عدين بعد 5 دقايق بيصلي، وأنا إنه هاي مزبوط، هيك الشيء بيكون بعد 5 دقايق إن شاء الله مزبوط. بس إحنا يعني إحنا حتى نكون في السيف سايد، يعني ما بكون الدنيا ساعتهم، يعني بتلاقي الفجر ما بزغ، يعني لا، ما أنت ما بتقدر تحدد الفجر بزغ ولا لا إلا إذا كنت في مكان ما في أنوار أصلا. نعم. ما في انوار، يعني زي عند الحاج محمود في المزرعه ممكن يقدر يشوف هذا الكلام. فاذا انت من اهل الخبره اللي يقدر يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، واترك التقويمات. اذا انت مش من اهل الخبره، معظم التقويمات بتقول مشي على الاول، هو تقويم واحد فقط هو المتاخر عنه، اللي نعم، يعني هو تقويم واحد المتاخر عن معظم التقويمات. فنحن حتى نكون في المضبوط، يعني نمسك على التقويم الأول ونصلي على التقويم الثاني، ونصلي على الثاني. نعم. وإذا واحد عمل غير هيك كمان إن شاء الله صحيح، ما في مشكلة. جزاك الله جزاك الله خير. الله يجزيكم خير. سؤال شيخ. الله يتقبل يا رب. سؤال شيخ من فضلك. تفضل حاج، تفضل. مثل أنا ما بشتغل، وأنا حط على نفسي أنا، وأنا بخدم البلايمت، إذا انفقت في سبيل الله بيمشي حول أم لا؟ إذا أنت بتاخذ من هذا بتاع اللي هو ان امبلويمنت ولا شو؟ جوب كيبر يعني؟ أنا مثلا أنا ما بشتغل، باخذ من البلايمنت. إذا بدي انفق في سبيل الله أو أذبح ذبيحة، كيف علي؟ هل لي أجر فيها أم لا؟ والله إذا اللي أنت بتاخده من الحكومة بتاخده بأوراق سليمة مضبوطة، أنفق منه حلال، طيب افعل ما بدلك. لا، هي بنتي يا دكتور، بنتي اجازه ما بيشتغل، هي ما بتشتغل، وشافت رؤيه انه بدها تذبح ذبيحه، كيف علي؟ قلت لها هلا بسالك الشيخ فيه، هل فيها تذبح هي من الميل البلايمت ام كيف؟ ما انا بقول لحضرتك هو اي مش ما فيش فرق ابدا بين مين اللي بياخذ المصاري. اذا اي حد بياخذها بطريقه شرعيه قانونيه ما فيهاش اي مشاكل، هذا مال حلال ينفقه كيف ما يشاء. هي مظبوط، هي ما بتشتغل، هي ما بتشتغل، خلاص ما في مشكله، تذبح منها ما في مشكله. يا سيدي الله يبارك فيك، الله يجزيكم خير، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لا بكره ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسناش في اللحمه بقى. دكتور اللحمه الطيبه يا دكتور. وبيقول لك بنته اللي هتذبح، يعني هو اللي هياكلها. لا، بدها تبعتها على افريقيا. طيب خلاص افريقيا، خلاص مسامحيني، ما فيش مشكله. لا لا لا، ابعتوها على لبنان، والله في كذا كذا فيديو في لبنان، الناس مش لاقيه تاكل هناك في لبنان، عايزين نجمع كلنا جزء كده، كلنا اللي يقدر عليه، كان ابو عمر ربنا يخليه بدا فيها، فعايزين لو في نقدر نجمع تاني يبقى خير وبركه، ونبعت على لبنان. بعت
بعد قسم هو بعد قسم ويجي هلا كمان بده يبعد احنا كمان مستعدين دكتور ربنا يجزيكم خير ربنا كريم ان شاء الله الله يجزيكم خير الله يبارك فيكم جميعا باذن الله ماشي حبيبي معكم بخير السلام عليكم ربنا يتقبل الطاعه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام